الموظفين جوا بيضلوا مبسوطين وعم يضحكوا. ها طلعوا. هالدروك أتقول؟ ايه عن جد برافو عليك يا بيرك، انت لهذا السبب جبتني لهون. ايه طبعا، ظنيت انك رح تتسلي شوي. منفوت مناكل ومنخليهم ينطفوا حوالينا، شو في احلى من هيك؟ ما في داعي ابدا. خير ان شاء الله. انتو ليش اجيتوا لهون؟ انا ما كنت رح اجي بالحقيقه، مالي نفس اتمسخر على هالحاله اللي انت فيها. معقوله تساوي بحالك هيك مشان هديك البنت؟ ما علينا، انا رايحه. لا هاريكا، لا تخربي لعبتنا. انا بدي روح، يلا بشوفكم بعدين، باي. حاكيني اذا صار شي المسا. بما انه اجينا، شو رايك ناكل همبرجر دولجا؟ بركي دوروك عنده طريقه مميزه بالتحضير. حتتوصى فينا ما؟ شو يلي عم تخبصه بيرك؟ انا اساسا متضايق منك، فبنصحك لا تتمادى. انا جاي لهنيك باول شغل لك، معقولة تستقبلني هيك؟ لا تجي. ما فهمت انت ليش تضايقت لهي الدرجة؟ لا تكون مو مبسوط بالشغل بهالمحل؟ اذا اجيتوا مشان تاكلوا اعطوني طلباتكم واتركوا دوروك بحاله. البنت بتكون اختهم لاولاد الان مو هيك؟ قصدي يلي بصفنا. رقم ثلاثة، بس أخونا دوروك بيعطيها الدعم، فلا تحاول تزعجها. هلا يا شباب، يلا روحوا من هون ولا تزيدوها أكثر. ليش؟ يعني ما فينا ناكل هون؟ لا ما فيكن يا أخي، يلا روحوا. فهمت، عم تتباهى قدامها لأني اتخانقت مع أخوها. فهمت عليك. ماشي بيرك، بلا ما ناكل هلا، نجي بوقت تاني. يعطيك العافية. مو معقول تتضايق أو تتوتر لهي الدرجة. آسيا، ديري بالك على رفيقي بغيابي، اتفقنا مو هيك؟ يعطيكم العافية. دروك، أنا كتير خفت إنهم يزعجوك أكثر وتتخانق معهم. الظاهر بيرك لقى صاحب جديد، مشان هيك مرتاح كتير. دقيقة، أنتِ قبل شوي قلتي انك خفتي علي؟ يعني قصدك انت بتموتي فيني وما فيك تعيشي من دوني وبتخافي انه يصير لي شيء، مو هيك؟ ابدا. قبل شوي رتبت المحل وبخاف انكم تتخانقوا وتكركبوا. عن جد يا خانم؟ ايه تمام. بتعرفي شو حبيبتي؟ لما